انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. اليوم باش نمشي ونحكي مع سيد محمد تليلي منصري على الانتخابات، باش خرجنا شنو بعض الارقام معناتها نتائج الانتخابات. صباح الخير، مرحبا بك على موجة اكسبريس اف ام. صباح الخير، مرحبا بكم وكل مستمعي ومشاهدي اكسبريس اف ام. شكرا لك. وين وصلنا في الـ في الـ في المسار الانتخابات؟ مثلا اللي مقيد يجي مثلا البارح اس ام اس للتعرف على الفائز او مترشحية الدور الثاني في عمادتك ويعطيوك اليا، دونك اليوم وين وصلنا؟ احنا توا امس هو في الواقع اخر اجل لقبول الطعون في خاصة النتائج بالنسبة للدور الاول. نعرف كله انه الطور الاول انتهى برفض تقريبا مجمل الاحكام، فقط ثلاثه احكام وقع فيها تعديل جزئي لقرارات الهيئه. اطلقت هناك سبعه طعون في هذه النتائج، معناها في الجلسه العامه باش يمشوا للاستئناف. سته مارسوهم مترشحين وطعن وحيد عن هيئه الانتخابات، يعني المحكمه الاداريه حاليا باش تتعهد بسبعه قضايا في الطور الاستئنافي بالجلسه العامه. تعين الجلسه يوم غد، ونعرفوا كله انه عندها الحق في سبعه ايام كذلك للتصريح بهذه الاحكام، يعني وانه ان شاء الله اخر اجل هو 18 جافي للتصريح بهذه الاحكام، وعندهم نهارين للاعلان بهذه الاحكام، يعني يوم 20 جافي كاجل اقصى للتصريح والاعلام بالاحكام بطورها الاستئنافي. هذا ما يعني وانه ان شاء الله الاعلان عن النتائج النهائيه لن يتجاوز 20 جانفي، نجم يكون قبل، لانه سبعه قضايا انا متاكد ان شاء الله وانه مش وقع فيها اختصار للاجال. بهذا التمشي من المتوقع وانه ان شاء الله الدوره الثانيه باش تكون يوم 4 فيفري، يعني اول احد من الأسبوع الأول من شهر فيفري. هو صحيح المجلس مازال ما قررش، لكن أنا نتوقع أنه باش يكون إن شاء الله 4 فيفري، موش باش يكون في آخر شهر جانفي. علاش؟ على خاطر أولا 4 فيفري هو بالنسبة لنا إحنا يبقى في الأجل، لأنه القانون يفرض أنه تكون في 15 يوم من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. اثنين، ويصادف كذلك معناها عطلة نتاع النصف الاول من الثلاثي الثاني، هذا كذلك مهم بالنسبه لنا احنا كموعد. ثم نعطوا اكثر كذلك فرصه للمترشحين، اكثر ايامات للحمله الانتخابيه باش يعملوا الحمله نتاعهم ويعرفوا بالبرنامج نتاعهم والى اخره. هذا على مستوى التواريخ وعلى مستوى الرزنامه والمواعيد القادمه بالنسبه للدوره الثانيه اللي من المتوقع لن تتجاوز في كل الحالات تاريخ 4 فيفري. بالنسبة لي على مستوى الأرقام في خصوص الدورة الثانية، نعرف كل واني باش تجرى في 781 دائرة هذه الانتخابات، من جملة 2129 يعني بنسبة 36%. الناخبين المعنيين بهذه الانتخابات هم فقط 4,200,000، ما همش كل المسجلين اللي عددهم فوق 9 ملايين. كذلك هذه الانتخابات باش تشمل تقريبا 1500 مترشح وضع 7205 مترشح. بالنسبة للأعوان، وقع التقليص في عدد الأعوان اللي باش يشرفوا على هذه الانتخابات، كنا في معدل نتاع 45,000 تقريبا فقط، باش يكونوا في حدود 15,000، معناها ما بين أعضاء مكاتب اقتراع ورؤساء مراكز اقتراع وكذلك بعض المكلفين بالإداريين مثل الشؤون القانونية والمنسقين المحليين إلى آخره. على مستوى لوجستي كذلك معناها تراجع، تقلص العدد، الحجم نتاع الصناديق نتاع الخلوات نتاع بطاقات الاقتراع إلى آخره. بالنسبة لهيئة الانتخابات بطبيعة الحال واصلت العمل نتاعها، ووضعت على ذمة عموم الناخبين التطبيق نتاع الكونديدات 2023 ايزي بوانتيان، هذه باش تتعرف على بطاقة الهوية بتاع المترشح، برنامجه وبطاقة هويته الشخصية في الدوائر المعنية.
بالانتخابات، ينجم كذلك المواطن يستعمل تطبيق نتاع الايطوال بيو 95 ايطوال رقم بطاقه تعريف ودياز باش يعرف اللي العباده نتاعو معناها معني بالتصويت في الدوره الثانيه ام لا، واذا كان معني باش تعطيه الـ معناها مكان الاقتراع نتاعو وين باش يكون، هذه على مستوى التقني في خصوص التطبيقات الموضوعه. هيئه الانتخابات كذلك واصلت العمل الميداني من خلال اللقاءات المباشره مع المترشحين مع مكونات المجتمع المدني الاعلاميين والصحفيين، واخترنا ولايه من كل اقليم، انطلقنا بنزرت تنابل ان شاء الله هو نهار الجمعه باش تكون الطقس، والسبت باش يكون جابس، ويوم الاحد باش تكون ان شاء الله ولايه القصرين، مع اجتماعات على كامل ولايات الجمهوريه باش يشرفوا عليها اعضاء هيئاتنا الفرعيه. هذا هو عموما سواسيم الانتخابات في دورها الثاني. عندنا اجراءات نتاع نزاعات ما نجموش نتجاوزوها وما عندناش فيها اجتهاد، باعتباره اني حق الدفاع مضمون بالنسبه لكل المترشحين ابتدائيا واستئنافيا، وذاك علاش احنا توا حاليا ننتظروا في المآل نتاع هذه الطعون، وعلى اثر اخر حكم يصدر عن المحكمه الاداريه ان شاء الله باش يوقع المصادقه على النتائج النهائيه. واضح. اليوم هذا هو فولي فيغ لو بوان معناتها على الانتخابات. تيك صحة سيد محمد لي منصري. دونك المرحلة القادمة شو ننتظروا كان لخصوا دونك في الأيام والأسابيع القادمة؟ مبدئيا إن شاء الله باش تكون لقاءات مع المترشحين ميدانيا باش تشرف عليها مجلس الهيئة، وفي نفس الوقت متابعة النزاعات إلى غاية 18 جانفي باش تصدر الاحكام عن الجلسه العامه للمحكمه الاداريه بالطور الاستئنافي يوم 20 جانفي ان شاء الله، باش تكون المصادقه النهائيه على النتائج، وبطبيعه الحال تتم المصادقه على الرزنامه بالنسبه للدور الثاني، باش نمنحوا تقريبا اكثر شويه من 10 ايام من الحمله الانتخابيه، وان شاء الله 4 فيفري باش تكون هو موعد الاقتراع بالنسبه للدوره الثانيه، وبطبيعه الحال ننطلق من بعد في نزاعات نتاع الدوره الثانيه، ثم يقع بطبيعه الحال معناها المجالس المحليه تنطلق في الاعمال نتاعها، ونشرف من بعد احنا على الانتخابات الغير مباشره بالنسبه للانتخابات المجالس الجهويه ومجالس الاقاليم والمجلس الوطني لجهات الاقاليم، اللي من المتوقع ان شاء الله باش يكون في ربيع 2024، يعني يا اما في اخر مارس أو في بداية أبريل تكون عندنا كل المجالس إن شاء الله موجودة وتنطلق في الأعمال نتاعها. واضح. شكرا لك سيد محمد المنصري على اتفاقك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. شكرا. شكرا، يعطيك الصحة. بعد شوية باش يكون موعدكم مع سؤال مشروع من الغربي.